احنا بنقول دايما كل ما اكلت اكتر كل ما خسيت اكتر. احنا بنعتمد في النظريه دي على تشغيل الماكينه البشريه، المعده، هذه المعده الجباره، الطاحونه الجباره اللي بتهضم المواد الغذائيه، ليها قدره ضخمه جدا على حرق السعرات الحراريه. كلنا حسبنا السعرات الحراريه اللي بناخدها من الرز ومن المكرونه ومن الخبز ومن المواد الشوائيه والمواد الدهنيه، ولكن لم يتطرق الى ذهننا كباحثين في علم الفسيولوجي ان نحسب كم تستهلك الماكينه البشريه في هضم المواد الغذائيه. بعض المواد الغذائيه بتحتاج فتره هضم قد تصل الى 3 ساعات. هذه الثلاث ساعات تشتغل الماكينه المعده كطاحونه جباره. هذه الطاحونه بتسحب تقريبا من جسم الانسان حوالي 3 لتر دم عشان تبدا تشتغل. فكانك بالظبط وضع سياره داخل الجراج وعمال تدوس على البنزين او البترول، فبتحرق بترول وانت واقف في مكانك او انت ثابت في مكانك. عشان كده دايما ناس التخان ياكلوا كميه قليله جدا ويقولوا احنا ما بناكلش، وهم فعلا ما بياكلوش، ولكن بياكلوا حاجات بسيطه جدا بترفع الوزن. احنا دايما بنقول اذا شغلنا الفكين ومضغنا بشكل جيد يتم عمليه تخسيس الوزن بسرعه جدا. وكلما كانت المواد الغذائيه اللي احنا بناخدها بتتبلع وبتتزلط بسهوله، عصاير، كريم كراميل، الحاجات البسيطه جدا بترفع الوزن جدا. احنا دايما بنضرب مثل بنقول واحدة كريم كراميل واحدة تساوي حلة محشي أو طبق محشي كرنب أو محشي كوسة كبير. عشان كده في بننبه احنا ان في أغذية مهمة جدا يجب أن تعود إلى مائدتنا العربية. هذه الأغذية بتساعد كتير جدا في عملية تخسيس حرق الدهون، تخفيض الكوليسترول، تخفيض الترايجليسرايد أو ما يطلق عليه ريسك فاكتور. يا دكتور عادل، يعني حضرتك قلت اليوم خبر، يعني انا بالنسبه لي من احلى الاخبار اللي سمعتها في حياتي، انه الواحد اذا اكل ما يتخن او ما يزيد وزنه. طيب يعني في اغذيه بالمقابل. طبعا مش من المنطق انه الواحد ياكل ياكل ويعني وينحف ينحف، بس احنا نقول انه في بعض الاغذيه بتقضي على الدهون وتحرق السعرات الحراريه. حدثنا قليلا عن هذه الاغذيه. اهم هذه الاغذيه على الاطلاق، طبعا فيه مجموعه من الاغذيه اتفق معظم العلماء في العالم كله انها اغذيه يجب ان تكون على المائده العربيه بتاعتنا. هذه الاغذيه كانت موجوده زمان وموجوده لفتره طويله جدا في تاريخنا وفي تراثنا. من اهم هذه الاغذيه الكرنب او الملفوف او الكابج. الكرنب يعتبر ملك الاغذيه سالبه السعرات الحراريه، عشان كده احنا دايما بنوصي فيه. في ناس حتى يمكن اصبح الان معروف الشوربه الحارقه للدهون، وهي بتحتوي على الملفوف او الكرنب او الكابج بشكل اساسي. الكرنب احد الحاجات اللي تعتبر مفيده جدا جدا في علاج قرحه المعده وقرحه القولون، والان تصنع من الكابج تابلت او من الكرنب حبوب. الحبوب دي بتستخدم لمرضى قرحه المعده وقرحه الاثني عشر وقرحه القولون، حتى ان الميه اللي بيغلوا بيها الكرنب ابتدوا يستخدموها بره الان كاحد الاشياء المهمه جدا اللي بتستخدم لعلاج قرح والتهابات القولون. الكرنب والبروكلي معروف الان انه يعتبر من مضادات السرطان، وفيها ابحاث كثيره جدا معموله عليه. الكرنب ده يجب ان احنا نبدا نضيفه لطبق السلطه او نضيفه مع الرز بتاعنا. هنلاحظ ان الصينيين بيضيفوا الكرنب في حاجات كثيره جدا، وعشان كده تلاقيهم شعب نشيط جدا 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 وبيبذل مجهود جبار وفي وقت قصير جدا وبينتج انتاج عالي جدا. احنا بنعتبر الكرنب احد الحاجات العجيبه والرائعه في سلب السعرات الحراريه، ويليه مباشره القرنبيط او الزهره او البروكلي. ودي انا بعتقد لو ابتدينا نضيفها في السلطه بتاعتنا وفي الشوربه ومع الخضار اللي بنطبخه هيبقى ليه تاثير او مردود قوي جدا.